أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. وبتتعدد أشكال الأنظمة الغذائية المناسبة لفقدان الوزن، نتحدث اليوم عن نظام بدأ في الانتشار مؤخرا وهو الكيتو دايت، الذي يعرف بأنه قليل الكربوهيدرات وغني بالبروتين. البعض يرى الكيتو أكثر من مجرد فقدان للوزن، لكنه نمط حياة صحي يزيد من النشاط، وآخرون يتحدثون عن تأثيرات سلبية يسببها لمتبعيه. حول هذا الموضوع وتفاصيل أكثر وإيه هو الصحيح، طبعا معنا خبيرة التغذية لميس مراد. صباح الخير. صباح الخير يا عاملة إيه؟ الحمد لله. شكلك أنت عاملة الكيتو دايت. لا 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 أنا ماليش في الكيتو ده. ماشي. نتشعلق في رضا ربنا. يمكن يعتبر الكيتو دايت أعتقد من الأنظمة الغذائية العبقرية، لأنه يغير يمكن أو ما يعتمد يمكن على في طريقة حرق الدهون أكثر من الكربوهيدرات اللي يحتاجها الجسم كمصدر طبعا للطاقة، فبالتالي كيف ممكن نعمل ده بشكل صحيح؟ بص، هو فكرة الكيتو دايت، أنت عارف جسمك أول حاجة بيبدأ يحرقها وهي المصدر السريع للطاقة هو الكربوهيدرات. أنا بعمل إيه؟ أنا بقلل جدا جدا الانتيك أو الكربوهيدرات اللي أنا بستهلكها. فبوصل جسمي لمرحلة الكيتوسيس، يعني إيه اللي بيحصل؟ بخلي جسمي غصب عنه يبدأ يحرق الدهون. هي دي الفكرة من الكيتو دايت أو الكيتوجينيك دايت، تمام؟ بحرق الدهون فأنا بخس. بس قصة إن أنا أقدر أواظب أو إن أنا يبقى الحمية بتاعتي أو الأكل بتاعي بدون يعني بدون كربوهيدرات أو بشكل يمكن 50 جرام في اليوم، دي حاجة مش سهلة. صعبة طبعا. صعبة جدا. إحنا لما نتكلم عن نمنع كربوهيدرات يعني نمنع إيه تحديدا عشان تبقى الدنيا كله الرز، المكرونات، الدقيق، كل ما هو بصي الكربوهيدرات أو موجودة حتى في الخضار، يعني في خضار بيكون فيه كربوهيدرات، فانت لازم تبقي اخده بالك كويس جدا الكميه اللي هتاخديها اليوميه لازم تكون بمقدار بسيط جدا ومعروف رقمه حوالي 50 جرام. ودي تتقاس ازاي بقى؟ يعني انت عندك على الموبايل ابلكيشن بتاعك اي حاجه بتاكليها بتقدري ان انت تدخليها على الابلكيشن ويقول لك دي فيها نسبه بروتين قد ايه، كربوهيدرات قد ايه، فاتس قد ايه. المشكله انه انت لو ما اتبعتش ده بشكل مظبوط هتاذي نفسك والله. ازاي طبعا اللي يحصل ممكن للجسم؟ هقول لك. لو جيت في النص ووقفت، مش بس لو جيتي في النص ووقفتي، انا لو انا عايزه اعمل ايه، انا بوصل جسمي لمرحله حاجه اسمها الكيتوسيس، ان انا عايزه اخليه يبدا يحرق الدهون. لو دخلت كميه كربوهيدرات عاليه شويه عن الليمت المفروض ياخده، مش هيحصل الموضوع ده، مش هيحرق الدهون، مش هيحرق الدهون. فاللي هيحصل ايه، ان انا بزود الدهون في جسمي. بالظبط. وبخليه بيجي بنتيجه عكسيه. فالموضوع خطير، يعني هو سلاح ذو حدين. هو بيخسس جدا، ولكن برضو لو ما اتبعتوش بشكل فعلا صحيح بيقلب نتيجة. طيب معلش عشان الدنيا تبقى واضحة أكتر لميس، ممكن تقول لنا وجبات يعني مثلا فطار غدا عشاء أكل إيه ومدة قد إيه أبدأ ألاقي تأثير؟ بصي، هو الكيتو دايت عموما مش أكتر من 90 يوم تمشي عليه، 90 يعني يوم. من شهر لثلاث شهور ماكسيمم. على فكرة هو مش حمية أو نظام غذائي، لا. هو من علشان كده وبيخسس جامد جدا في الأول، عشان كده لما بتسيبيه وبتبداي ترجعي لنظام غذائي حتى لو كان صحي، اغلب الناس بترجع تاني في الوزن. بتخن شويه. احنا عايزين نقول لنا يوم هقولك. انت بتشتغلي على الاسماك، كل ما هو حاجات يعني اسماك، اللحوم، الدجاج، كل ده معاكي. الخضروات بكثره، بس مش الخضروات اللي فيها كربوهيدرات عاليه زي البطاطس والبطاطا والحاجات دي ممنوعه. لا، الخضار التاني، كل الحاجات دي طبعا امنعي بقى تماما الرز والمكرونه والعيش وكل الكلام ده ممنوع. خضروات يمكن مهمه عشان الالياف اللي فيها، يعني الفول والعدس والكلام ده. لا الفول لا، خلي بالك لان الكربوهيدرات بتاعته عاليه جدا. عايز اقول لك اغلب الحاجات اللي فيها الياف عاليه ساعات بتكون مش موجوده معانا، وده بيسبب مشاكل في المعده. طيب لميس، يعني نتحدث عن عالج الداء بالدواء، يعني نهرق الدهون بالدهون، يمكن 20% بروتين، 5% كربوهيدرات، 75% دهون، نتحدث عن اي دهون؟ هناك دهون صحيه ودهون صناعيه، ايهما احنا نستخدم في هذا النوع من الرجيم؟ يعني الدهون الموجوده مثلا الافوكادو او مش عارف انواع من زيت الزيتون، زيت جوز الهند، ولا نستخدم الدهون تهنى. هي دي بقى الفكره، ان الناس تقول لك كيتوجينيك ودهون 75% اديها بقى ايه زبده بقى ليه ويشوها. ناس كتير على فكره يحبوا انه يشوها ليه. خطر طبعا. انا ممكن اعمل مشكله كوليسترول. لا طبعا بتبقى الدهون الصحيه زي مثلا اللي موجوده في السلمون، زي ما انت قلت، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، الزيتون نفسه، الافوكادو، طبعا المكسرات، كل الحاجات دي موجوده معايا والدهون اللي فيها كويسه وصحيه. ليه بيقولوا ان النظام ده بيشفي مرضى السكر؟ بصي، انا بعترض شويه على الحته دي، لان في ابحاث قالت ده وفي ابحاث قالت العكس.
القصة ان مرضى سكر تحديدا مرضى سكر لازم يتبعوا ده، لو هيتبعوه يكون تحت اشراف طبي، لسبب مهم جدا. ان احيانا زيادة الكيتونز في الجسم بيحصل انه الجسم بيبقى أسيدك اكتر، حمضي اكتر، فده بيأثر على وظائف بعد كده الكبد والمخ، يعني في اعضاء داخلية ممكن تتأثر بزيادة الحمضية في الجسم، خصوصا الناس اللي عندها مشكلة السكر. فبعض الابحاث قالت انه ممكن يحسن، لانك بتقطعي كل الكربوهيدرات وكل المصادر بتاعة السكر، مش بتدخليها الجسم. بس على الجانب الاخر احيانا بيحصل ده عرض، يعني ده عرض بيحصل، هو نادر شوية ولكن بيحصل بشكل أكبر للناس اللي عندها مشكلة مرض السكر، إن الحمضية في جسمهم بتبقى أعلى فبيأثر على الأعضاء الداخلية، فلازم يكون تحت إشراف طبي. تحت إشراف طبي. طيب ومين أيضا ممنوع من هذا النظام الغذائي؟ وأنا أعتقد الرجال يمكن لما تابعت الموضوع شفتهم ما يحبوا، لأنه يأثر على الكتلة العضلية ليهم، يعني دي حقيقة. نهتم كمال أجسام دي حقيقة فعلا. أنا عايزة أقول لك أنه هو بيخسس، ولكن أكتر الكتلة العضلية فعلا هي اللي بتنزل أكتر. فبتلاقي دي مشكلة للناس اللي بتبقى عايزة تحافظ. وخلي بالك أنت عارف الكتلة العضلية لما بتخس الحرق بتاعك بيخس، وقدرتك العضلية والفيزيكال أن أنت تقدر تقوم بأنشطة ده بيقل، فدي بتبقى مشكلة. بص هو كويس للناس اللي أوزان كبيرة، لكن الناس اللي عندها وزن زيادة مش كتير وعايزة تحافظ على شكل جسمها، لا ما انصحش بيه طبعا. ايه هي، بما ان احنا اتكلمنا عن حرق الدهون بدون، ايه هي وجبات الدهون الصحية؟ كل ما هو اسماك اللي زي السلمون او السمك الدهني شوية، بس دي دهون صحية. الافوكادو، المكسرات، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الزيتون، كل ده معاكي وانت ممكن تستهلكيه كدهون صحية تساعدك على حرق الدهون. ولكن هرجع اقول تاني، نسبة الكربوهيدرات، كل ده فيه كربوهيدرات، يعني يمكن السمك اقلهم. فلازم تحسبي قد ايه، علشان لو ما دخلتيش جسمك في مرحلة الكيتوسيس مش هيحصل اللي احنا بنقوله ده كله. طب ما ده صعب برضه يعني، ده مستحيل. انا عايزه اقول لك ان الكيتو يعني الرجيم الكيتو ده بيخسس مرتين ونص اكتر من الدايت اللي هو اللو كاربس. ولكن هو صعب تنفيذه، مش سهل، يعني مش الناس تقول لك حميه الدهون يبقى يلا، لا ده لازم تحت اشراف متخصص تغذيه، لازم تحت اشراف طبي، مش اي حد ياكل اي حاجه. صحيح. ولازم بارقام محدده عشان وجنسيته ايه الكيتو ده. لا ده بصي انا عايزه اقول لك ان كم الانظمه الغذائيه، يعني في حاجه اسمها لو كارب، وعلى فكره الكيتو في منه انواع، دايما بيطلع ابحاث جديده. يعني بيبقى عندك بحث عن حاجه معينه، بيطلع بحث جديد بيغير شويه في قبل منه، ويطلع نظريه جديده يبداوا يطبقوها، بنبدا نشوف نتائج. فالموضوع عالمي مش يعني دوله. بنفس الوقت يمكن بعض المخاطر يجب على الانسان او على الشخص اللي يتبعه يعني اخذ حذره، يمكن من ضمنها فلاونزا الكيتو. لم يسعنا الوقت انه نتحدث عنها، لكن هناك الكثير ايضا من النجوم يمشون على هذا النظام، مثل كيت ميدلتون يعني حقيقه. خبيره التغذيه لميس مراد، انا اشكر تواجدك معنا في هذا الصباح. شكرا جزيلا لك. شكرا.